بنات لي لما من قناة لي ولما. طبعا اليوم صار طلبيت اختي، انا طلبيتي طلبتها لحالي. طلبيتي من شيء طلبت كعب واشياء مرة حلوة. كعب طلبت بس العيد اكسسوارات وكذا. ما قالت لي طلبت بدون ما تقول معنا، فبروح متحمسة الحين بنلبس بعدها نفتحها. خلوكم معنا افتح الطلعية. انا متحمسة مرة، متحمسة انا هاي طلبيتها يعني. كذا شوي. لا وش قدامي كلها؟ هذا الهلهوب. خلنا نفتح. شايف افتح اصلا. كذا دقيقة خلنا نفتح. لا ما اصدق. بسم الله. طبعا يا رب المقاس يطلع زين. احس مو مرة بس حلو. قصير بس مدد مدد مدد. ايش مدد؟ يلا سوي شوي. انا طلعها. هذه السكرات للوجه. للوجه وللوجه والشعر يعني كل شيء. خلنا اوريكم بس كم شكلها قريب من قريب. اطلع اللي بعدها. هذا ايش؟ تنوره. ايش هذا؟ تنوره؟ شوفوا في كثير والله. اتجنن اتجنن اتجنن. في برضه ثلاثه. هذه تنورة طبعا انا ادري انها قصيرة عشان كذا طلبت لي هلاوب معها. لانه ما ابغى اصلا من الصور انها قصيرة. شوف ريني طولها زين مو مرة قصيرة. تيجي تحت الركبة. هذه العيد نفسه متأكدة. احس انه حلو. خليني اطلع. هذا اللي انا هذا اخر شيء اخر شيء. طيب خلاص انا افتحه. هذه البلوزة اللي تجي مع او انا اللي طلبتها يعني مع التنورة. في واحد شافتها بتعليقات؟ لا مو بس كذا انا كنت مطقمتها فجأة طلعنا. اوه في اخر نفسي. وش ذا؟ شوفي الله جنن والله حلو كيس. مع التنورة والله تطلع خيال. الحين الفقرة الحاسمة. بسم الله. بقى اشياء بقى اشياء مش بقى. انت طفيت صوت سريع. شو عايزين نفتح؟ انا افتح. لا انا الحين في شو اسمه؟ خلاص ما عاد بقى شيء. ما عاد في شيء. بابا الله واو واو واو. الاسوار صح انه كبر يعني. في جماعها حلق اسمه واحد حلق شوفوا كيوت يجنن. ايش في؟ ايش صاير؟ لا شابكت بس احس ما هي مره حلوه. حلوه يعني حلوه. خلاص طيب شيري. طيب كل شيء من شيء انا كعب والله. ما جنن كيف جنن؟ والله حلو. لا الصورة غير. الصورة غير. لا والله نفسها. لا ياكم خلينا نجرب نلبسها. البسي واحدة وانا البس واحدة. جميل لا مو انتي مقاس صغير عادي جرب. لا مو عادي دقيقة. الله والله حلو بس يزحلق. لا مو انتي مقاس صغير. مو انا مقاس الشيء ترى. احس مو مرة حلو يعني احس يطلع رجل مرة بس حلو. وين هذا وش ذا؟ وين جت معه؟ يلا راح اوريكم اياها بشكل واضح. وهذه اول شيء ما تجي علي ما تجي علي اصلا. هذه ما تجي على احد. اكبر يد في العالم ما تجي. طبعا هذا بوريكم يعني بس هذا يجي اذا تبون تركبون زياده او اذا يعني زرار شوي باخذه لان عندي انا بلوزه صراحه ما فيها زرار. لا يمكن تحتاجها. وهذه حلو جنن اشكالها جنن كبيرة شوي يعني احس زيادة عن الزوم. ففي اتوقع خاتم صراحة ما حبيت السلسال لانه اصلا كله ما حبيته. انه وين الخاتم؟ كيف الخاتم؟ ما في خاتم. طبعا هذه بعد في اكثر من حجم. في ثلاثة بعد. في ثلاثة حجم كيف اكثر من حجم؟ ورخيصة بسبع ريال بس. بس احس يعني كثيرة لو هالطوال. والله هذه تقعد معنا خمس سنوات. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعنا الحوش وجو ما شاء الله. هاي اربع درجات. هاي ثنتين عاديه اللي انا عندي. هذه اول مره جربت. هذه انا كان عادي اللي صار اللي يصير كذا بس يعني ما نعرف. الحين الساعه ثنتين ونص تقريبا والجو ما شاء الله. اليوم اليوم مره نصلح مهلبيتنا الجديده. اليوم فطور. فطورنا اليوم خفيف. راح اصلح فول واصلح شو اسمه بتكلم الشيطان فول وفتت باذنجان. لحد الان يعني
هذا اللي مخططة. يلا برجع لكم. الحين انا حاطه طعمه الليبيا اللي جوز الهند اللي هو حبيب الملايين. نضيف جوز الهند وباقي نحطه هنا. تعالي كده يا لما تعالي كده امسكي جوا كده. بسم الله. امسكي كده كده عشان ما يطيح من هنا. طيب الحين راح نحط عشان جوز الهند ان شاء الله اضافي راح نحطه هنا. يصير خلاص يعني لما نحط جوز الهند نحطه بهذه العلوبة. العلوبة. الله الشكل صراحة أنا أحب أكلها وأنا حارة بس شكلي ما راح أحطها في الثلاجة أنا أحبها برا الثلاجة يا حتى أنا أمي كذا بما أن الجو بارد بخليها برا وغطيها هنا بكيس أو بصفرة أو قسطير قسطير غطيها بصفرة طبعا الحين راح نحط الباقي هنا هذه علبة ختاميك حلوة يوم مشترياتنا يعني تاخذ كيلو تقريبا الكيس هذا نص كيلو مش بعد شكل خلاص بخليه بقى اثنين هنا لا ولا هذا يمكن بعضهم ما يحب جوز الهند بخليه برا الثلاجه امي تموت جوز الهند امي تموت بجوز الهند يلا خلوكم معنا شوي بنرجع نصلح فتت الباذنجان الحين بعد ما صليت العصر دخلت المطبخ بجهز راح اسوي مكرونه مع صوص بينك بجهز مقاديرها وهذه الفول بجهز الصوص حقه الكشن حقته خلوكم معي راح اعمل شو اسمه شعيريه خلينا نكمل السفره الرمضانيه فطور رمضاني كامل مكرونه شعيريه شوربه مهلبيه وهنا ببشر هذا الصوص طبعا جاهز هنا بس هذا للفول واحد للفول واحد للمكرونة هذا صوص البيتزا الكشنة معجون طماطم كوسة وانتظر البروكلي تجي حطيت شوي زيت وما جي وهذا قدر الفول شوي افرم الفول واضيفه هنا مكروناتنا طبعا هذا عشاء الفول المكرونة بصلها عشاء بس بجهزها من الحين أحسن أسهل وخلاص ما تكون مطبخ ثاني مرة فمرة واحدة أطبخ مرة واحدة نجهز العصائر مشروبات هنا حوصة ما قبل الفطور وهنا طبقنا اللي قلت لكم أنا فتة الباذنجان أضفنا ملح وزيت زيتون بنحطه في الفرن لما نبغى قليل كذا وخلوكم معنا هذا البشاميل حق المكرونة الحين بضيفه على المكرونة طعمها مرة جميل هنا ما شاء الله بضيف ليمون أسود ثوم إن شاء الله حطيت البشاميل مع الخضار موجودة إن شاء الله بعد هذا نخليه عشاء عشاء سحور مرة واحدة إن شاء الله وهنا ليونة تصلح لنا الشعرية حر حر طبق لذيذ الحلا حلا العشاء اليوم ما في حلا الحلا شعرية هذه قهوتنا ايوه لي مش مقاديرها مش تطهين الحين اول شيء طبعا نحط زيت بعدها نحط الشعيريه نخليها تتحمر بعدها نحط المويه ونحط سكر بعدها نقفل عليه خلاص جافه بعد ما يعني ايش رايك نجربها مع الحليب؟ لا 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 لازم نضيف لها حليب ما قد جربتها انا مع الحليب ما تمشي حالك نضيفها مع الحليب احط لي في صحن يعني شوي لا ما اقدر انام باشياء احس ما ادري طعمها بيطلع حلو ولا لا
عليكم ولا الصوص عليكم.